Deli Sound Records. XY Capo del capo, capo del capo. Saifeddin fai festa, Saifeddin fai festa. Il King, il King. Kadir Johnson, Kadir كادر جونس عبيد عيشات تنومس ولد تلدع طفل عقارب بعمل نظرة على تونس شوف الناس يبعثها تحارب شوف اللي قتل وهارب والمحكوم الحبس مسرب اللي اصطل واللي شارب قال شنيا يحب يجرب يمشي يحرق يتغرب زعمه وقف في العصر وينو الشباب في الشامع اللي صلي صلاة العصر يجري ورا عيشة القصر يحلم كان بالدراهم كبين من حي النصر ويدمرش بالكراهم باش يخفي راس مريق القدام دارو على الهيبوزة يبرم لحشيشة في السيجار ويمسح في الدبوزة فزية تونسي جان توا شعل ديزالا لي بارتي جون في بلادي مخهم ولا خارم راسو تعمر بدنو مزمر ياخي ما لاحظتوش في السوسيتي يتدمر ومغرقها للعنكوش 70% من شباب تونس ولا خامش بلادنا دولة اسلامية وعالصراط خارج الناس كلها عارفة اللي في بلادي ترجع واحنا الفم مسكر والكردي ما يتوجع حتى حد ما يشجع هون على صوت الحق لي يحرق ما يرجع صاحب الشباب اقلق في البواتات يعيد غادي عدي فلو قيد يصهار مع البناتي بادي روح بالع ميت ما من الزوالي واجدي هيب يصعد في الفرقة كي يصحى يتسيب يولي كيف الفايتر بايكا كي ضيع المنقالة يولي كل كلباية داخي يفرعن يعمل حالة تشوفه بالزرباي براخي كالصيدي واللي قانص الشيخ في مخ مرهوش بالبارح ديد خانس اولا في يدو هيش عنده الريح ما يدورش عقلية متاع هوايش يعيش يقبح ما يروفش في دمه يعيش يفيش مالا دي مونتار راكب عقول الناس الكل في جرتها الحال والله ذات يركبها الغل عباد فاضية شغل قدام الدار دي مكارك كيفاش تحب الحل وانتي كيف الحل نبارك هاك ديما تعارك وتحب ربي فيك يبارك اعمل لحساب اليوم غدوة باش تربي صغارك دا خدمة ولا مصروف دي مراكش في القهاوي الوضع ايجا شوفو عاكش في اللجان هاوي شباب في بلادي معوش حتى الوقت فاصع بيه كل دي ما يشات يلوج على عزوزة ترضى بيه يطمع في بلادك مرة وراسو يطبع في حيل طعم تحياتك مرة تولي بشبابك ضحيل عيش راجل موت راجل هكا للأبد عاجل ولد اجل تفرح سبحانه ما يهم الحد يحساب الدنيا لعبة يا لعبوها بمانا تيت بتنس حواله تعب اليوم في الكي صافي بيت الشعب بلاد عدم من غير مجاملات البروف في الاحوام تشوفهم من في الليسيات كل شي نورمال ولا عادي كالشعب الطلياني في الشارع تبدا متعدي تشوف لخمش عيناني غضبنا والدينا منبسينا الريد لاين افعالنا طاحت فينا اليوم انقاصوا في المحاين في الواقع كل شي باين حالنا موش ستابل وقتاش التونسي برهن كل فئات كبابل بالفعل مش الكلام يكون كبابل يصلح مش قدم الاعلام يبدأ يبندر ويبرح صاير في الايام شباب بلادي ولا مزرس شباب ولا مسمام كيف المسكيت يقرص اللي عامل قيس وليلة كالف بحب يعرس واللي في نهار وليلة في البيرو يحب يتبرس يحبوا تونس للعطات فبرك دي ماشين منطالي دي مشي وتنحط يقول لي وين ماشين اعطي صمات شدين الصف شعارات مصورة يحبوا يعبوا الكوفة بلاش تقيد على الثورة برش عباد تسألني ويقولوا ليش بيك معصب شي يوجع القلب هاني في الحقيقة نغصب ربي يعمل نايبة لتونس والشباب مادام حتى دي راسه شايب طلعت لولا نياب تمنيت نقدر نواعية بالعصل ماجيك متوا نقدر كان نقولك يهدينا ويهدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم امين ديمون قاعدين يشوفوا في لي بروفوكاسيون ما عادش عنا واحنا الغوليجون حتى ادنا غولاسيون ما لا نشوف الرياكسيون شحال طلعوا طول لاطونسيون هما نجحوا في زرع فتنه ما لا في لي سيتاسيون
بعض البلاد داخلين في اللي تدرجون توا نشوف الكونسيكونس انا ماشيين دون صوص ما عنا حتى شانس باش تعيش لهنا نورمال اوكي الناس كلها تعرف بالبروبلم في السوسيال بعد البالي اللي جاي من التالي قاعد يعيط لا كوفري الحرية كي يسب الله ويسب النبي تتحس بتعمل بوز بسب المقدسات توا الشعب صفق عليك يعطيك جائزة الفساد متى كانت الشعب واقف للعباد اللي قاعدة تنفق توا بدات من الثوار قبل في 7 نوفمبر صفق عباد قاعدة تفرق وتوهم تتلفق إليكم البيان سلفية في محكمة تحرق مال اليوم نتطرق ونحكي على صاير في البلاد ماتت قلوب العباد هنا عشقنا عشة الفساد سكونتون براك هنا عايشين في ظلام غضوا في الشعب بالكلام ويحاربوا في الإسلام زعما وين باش الفرصية باهي ميزم التقسيم رانا كنا مسلمين بربي شوفهم اش عاملين عارفين باللي ستاكسيون باش تشعل فينا فتنة بازا با بازا با حتى تتفرق أمتنا 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 مكاللون بالقش التوزي بعد الثورة تحقوق وتغش تغش ميساج اللي يسب المقدسات عن قريب عن قريب تضربكم كل باش تتحش فاصة فاصة شكون في الدومان سبق اليوم جاي نقول الحق هما ملكان باش ندشنا اليوم جاي نحكي على السب والدين كون بعطي في اللاغير نجاهد كالمجاهدين اوكي لي فيدي قاعدة بامبي باللي ساكسيون لي قاعد نشوف فيهم حرقوا لي دامي حبوا يسكروا لي فمي باش ما نتكلمش على ديني باش نكون كيما عمر ونطلب من مولاي يحميني باش نحكوا على صف الامة وعلى ولد الكلب بيني وبيني كان الحرب باش تاكل الضرب انتي تسب الرسول وتشوه في الاسلام تزرع الفتن في تونس وتدنس في القران فوه علي صب الرسول ولي قاعد يدنس خليني ارهابي متعصب ظلامي متكرر حتى اللي بالعوا في حومتنا شانعوا حلفوا كان نلقوا واحد فيكم توا نحرقوا ايه ونمشينا بسكات كثروا كان الفيديات تسب المقدسات هذاك علاش وليناكم لباق انتبعوا في الكفار تحبوا الشعب التونسي تشعلوا فيه النار كان تشوفوا اش عملتوا انتوما باش تشد الحكم عالخالق تتهكم باش تنجم تتحكم باش تقولوا جماعة ارهابية اليوم قاعدة تخرب وانتي تحفر مع اليهود معلومات تسرب باش تسيطر على البلاد دي خدمة الفساد تانكات كان لازم ألعب مطالب العباد هوني قاعدي في الحومة وقتاش يجي الفرج عن قريب ماني قلتلك ارقابكم باش تتحش عايشين في ظلام غلطوا في الشعب بالكلام ويحاربوا في الاسلام زعما وين باش تقصي بهاي ميزي بالتقسيم رانا كلنا مسلمين ربي يشوفوا واش عاملين عارفين باللي ستاكسيون باش تشعل فينا فتنة بازا با حتى تتفرق امتنا 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 مكعللهم بالقش التونسي بعد الثورة تحقق وتغش تغش كاد يرجونس